في موازاة جلسة مجلس الوزراء، نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام القصر الجمهوري للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. إما أن تقروا ملف التفرغ فتنقذوا ما تبقى من جامعة اللبنانية، وإما أن تهملوه فتدمروا بأيديكم هذا الصرح التربوي الوطني. أقروا ملف التفرغ لكي لا يسجلكم التاريخ كأدوات هدم وتدمير. يعز علينا أن نكون شهودا على انهيار الجامعة فيما تبنى جامعات في الخارج على أكتاف زملاء لنا هاجروا يأسا من واقعهم. اللهم أننا قد بلغنا، اللهم احمي طلاب لبنان وشبابه مما يحاك لهم من تجهيل وتفقير وفرز طبقي واجتماعي ينفذه ساسة هذا البلد. بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء أيضا، نفذ اعتصام لدعم مرضى السرطان بدعوة من نقيب الصيادلة دكتور جو سلوم عند مفترق القصر الجمهوري للمطالبة بتأمين تمويل لشراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية. اليوم بدي ناشد ضمائر كل المسؤولين والكل عم يشهدنا، ما تتهاونوا بمرضى السرطان، ما تتهاونوا بمرضى اللبناني، هدرته أكثر من 20 مليار دولار، مليارين دولار راحوا هدر على الدواء والمريض ما حصل على دواء. خليكم تحطوا ولو لمرة توقفوا قدام ضميركم، قدام مسؤولياتكم، وتنقذوا ما تبقى من أرواح مرضانا عم بتموت. مستشفياتنا ما بقى فينا ندخل عليها، مستشفى بتعالج 40 مريض بالنهار، 3 مرضى كانوا عم بتعالجوا فيها من يومين، أدويتنا مقطوعة. بدنا دواء للمرضى، حياتهم عم تتراجع، حياتهم بخطر، نحن بدنا المواطن اللبناني يعيش بكرامته بقى. ليس مقبولاً اليوم أنه يكون في مريض عم بيموت عباب المستشفى، مش مقبول أنه يكون في مريض ما بيقدر يأمن الدواء، مش مقبول أنه مريض يأمن الدواء بالسوق السوداء بملايين الليرات. مفروض يكون في سياسة دوائية واضحة، مفروض يكون في دعم استمرار للدعم. موضوع الدواء له علاقة بكارثة صحية منتعاطى معها مع كل الكوارث يلي عم نتعرض لها. وبدأ موظفو شركتي الخلياوي ألفا وتاتش إضرابا شاملا عن العمل، أدى لإقفال كل متاجر الشركات وخدمات تسديد الفواتير وتوزيع بطاقات التشريج. وطرأ عطل على إحدى المحطات الرئيسية في منطقة كورنيش النهر أثر على الخدمات في المنطقة، فيما توقفت خدمات الصيانة نتيجة الإضراب. وفي موازاة جلسة مجلس الوزراء أيضا، دعت نقابة الموظفين إلى تجمع أمام مبنى ألفا فرن الشباك في تحرك تصعيدي طالب فيه الموظفون بحقوقهم المنصوص عنها في عقد العمل الجماعي وتحسين ظروفهم المعيشية. نقابة، أول شغلة بدنا حقوق الموظفين، بدنا نثبت حقوق الموظفين واستمرارية الموظفين، مشان هيك صرنا سنة عم نطالب بحقوق الموظفين. الموظفين هن الحجر الأساس، هن أم الصبي، الموظفين هن بخلوا القطاع يستمر. مشان هيك كنا عم نجي نقول تفضلوا اعطونا حقوقنا، ليه بدنا حقوقنا كرمال ما نفل؟ صار في عنا 500 موظف فالي من الشركتين، هيدول 500 موظف فلوا والحبل على الجرار. وأكد المعتصمون استمرار الإضراب لحين تحقيق مطالبهم.